بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. علاج التقلص وشد العضل في التنس الأرضي: تزيد مرونة وإطالة العضل المستخدم في الجسم أثناء الحركة في الملعب، مما يجعل اللاعب دائما مستعد للتحرك يمينا ويسارا على جانبي الملعب أمام الخصم، وبالتالي يزيد من مرونة العضل في داخل الملعب وعلى جانبي الملعب بدون التعرض إلى تقلص أو شد عضل داخل الملعب. شكراً.